من رأيي النهارده ان النيابه قررت تحافظ على البلاغ العدلي حضرتك في سابقه حضرتك شايف ايه حكم الناس اللي كانوا بيحكموا عليك في البدايه اللي هم مجموعات السوشيال ميديا وتصرفهم بايه دلوقتي؟ انا هبدا بس بقول العزيز الحكيم يعني يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحقيقة من البداية يعني كان يعني من حق أي حد يقدم بلاغ ضد أي حد. أي حد يقدم بلاغ ضد حد. لكن ليس معنى إنك أنت تقدم بلاغ ضد حد معناه إدانة، ولكن انتظر التحقيقات حتى تظهر. وبالفعل كان الحكم دائما بمجرد تقديم بلاغ. هو الحقيقة الحكم بدأ مبكرا من قبل تقديم البلاغ، إني نشر الخبر عضو بلجنه الاخوان بجماعه لجنه الاعلام بجماعه الاخوان المسلمين الهارب الارهابيه يعني الهارب لتركيا وبيقدم برنامج في قناه الشرق اسمه احمد عطوار، وده اللي نشر خبر يوم 30. قدمت البلاغ هي يوم 31، فكان باين مؤشر باين من الاول يعني. وطبعا كتائب الاخوان اشتغلت على هذا الخبر بشكل مكثف، ثم دخل المجموعات من ادعياء الثوريه اللي هم لهم موقف سياسي مني يعني، ودي كانت برضو غريبة. فالقدر وأنا مؤيد إن أي حد يتعاطف مع أي بنت يتم التعرض لها سواء بالتحرش أو خلافه، يعني أنا عقيدتي دي. لكن لازم نتأكد لأن الموضوع بقي مطاط وبقي فيه مشكلة يعني لو كان حقيقة يعني. طيب إن كلهم مؤيدوا اللي بتتهمني بهذا الاتهام الوقح يعني، وصاروا انهم بيدعموا مي الشامي وخلافه. بعد يومين كان هناك اتهام ليسري فوده بانه تحرش بثلاث سيدات، والدويتش فيلا اتخذت قرار بالفعل بايقافه. يعني هناك معلومات حقيقيه عكس انا، ما فيش ولا معلومه صحيحه. ففوجئت بيه ان كل اللي كان بيودني ذهبوا لتبرير والدفاع عن يسري فوده ضد البنات. الله، هو انتوا بتدافعوا عن ايه بالظبط؟ هو انتوا مع البنت الضحيه ولا مع مين؟ لان يسري فوده موقفه السياسي يتواءم مع موقفهم وفي نفس خندقهم، بينما انا خندق مختلف اللي هم يروا فيها خندق الدعم للدوله، وكاني انا برتكب جريمه في ان انا دعم للدوله. هنا كانت النقطة الخلاف الحقيقية، إن الناس تعاطت هم هذه المجموعات الكتائب المشوهة والذباب الإلكتروني المشوه اتعاملوا مع الموضوع سياسيا لاغتيال دندراوي الهواري سياسيا، لأنه يدعم وقلم داعم للدولة. ليس دندراوي الهواري مبتز، لم يكن يوما سمعته سيئة، ولكن كيف تلوثه كان هذا الأمر. عندما الان في 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 الفتره الاخيره ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان لما بيلاقوش عليك اي غضاضه وانك انت شخص لا يشبهه شائبه، بتجد يا إما أنت بتاع ستات أو متحرش أو شاذ، ودول القضايا اللي اثبت بقى مشوهة بمجرد السمع من غير التأكد. وحتى لما تطلع بريء بتبقى الأمور برضو فيها صعوبة أني تقدر تعيد حقك الذي سلب وتم اغتيال سمعتك فيه يعني. لكن دي قضايا معروفة ومدشنة للتشويه طالما مع شخص أنت ليس فاسدا يعني. في حقوقية كانت كاتبة من كام يوم وأنا عملتها في مقالي، نقلت البوست بتاعها في مقالي، بوست طويل حوالي 700 كلمة بتتحدث فيه على إن هناك ثلاث حاجات مهمة جدا في ينتهجها الحقوقيين والأدعياء الثورية. إني بغية للسفر والهجرة في الخارج واللجوء، وفي فرق بين الهجرة واللجوء. اللجوء يعني أنت بتتقاضى راتبا وبتوفر لك حماية وبتوفر لك منزل، ودي نقطة مهمة للحقوقيين الثوريين والدعاة الثورية عايزين يعملوا ده. فبيعملوا إيه؟ يا إما الاختفاء القسري ثم تظهر إنك أنت في دولة، يا إما الاضطهاد السياسي والأمني وخلافه، يا إما ودي النقطة الفاصلة التحرش الجنسي. ودي اللي هي الخطة الجديدة دلوقتي إنك أنت عايز تلغي حق اللجوء. وده اللي عملته الزميلة لما كانت بتترجم البوست بتاعها الى اللغه الانجليزيه وتكتب مي تو، وكانت دايما تداعم
وبالفعل دلوقتي هي يعني في امريكا، موجوده في امريكا. رمضان الهواري بعد ما النيابه اثبتت انصاف القضيه هتتعامل الفتره اللي جايه زي لا انا طبعا بعد اولا القضيه حفظت اداري وثم طعنت ثم رفض الطعن، و يعني رأت النيابة ألا وجه لتحريك أي دعوة، يعني ما فيش ربع قرينة، مش دليل، قرينة أقل من الدليل، ربع قرينة تديني بشكل أو بآخر، فتم الحفظ ولم تحال إلى المحكمة. فليه؟ لأن حتى بناء على الشهود اللي هي جايباهم، يعني هي اللي جابت الشهود وهي اللي قدمت البلاغ، أنا لم أحضر شاهد، ووفقا للشهود اللي هي جايباهم ورواياتهم، وفقا روايتها هي اقتنعت النيابة تماما وفقا لذلك بأنها يعني بلغ كيدي، وأيضا الشؤون القانونية تأكدت من ذلك، وفق أيضا لكل الشهود اللي هي جابتهم، وانا برضو ما جبت الشهود في حتى في التحقيقات الاداريه ثقه في موقفي التام والكامل، يعني واستحاله الواقعه تحصل، لا اخلاقياتي ولا حتى في المكان عملي اللي هو الصاله المفتوحه زي ما انتم شايفين. طبعا هحتفظ بحق القانون وسحرق قضيه ابتزاز وتشهير، وده يقينا يعني خلال ساعات هتكون القضيه اتحرك ان شاء الله. يعني شكرا.